بيّنت العديد من الدراسات الفوائد التي تنعكس على الجسم عند صوم شهر رمضان، مثل السيطرة على مرض السكري وخفض مستويات ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. لكن قد يكون بعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة قلقين حول أمان صيامهم وضمان السيطرة على المرض. خلال شهر رمضان يمتنع المسلمون من جميع أنحاء العالم عن تناول الطعام والسوائل من الفجر إلى غروب الشمس. يسبب هذا الصيام المطول عدة تغيرات أيضية وهرمونية طفيفة في الجسم، والتي نادراً ما تسبب أي مشكلة للفرد السليم. ولكن قد تظهر مشكلات لدى بعض المصابين بالأمراض المزمنة مثل داء السكري، ومن ثم ينصحون باستشارة أطبائهم قبل التخطيط للصيام. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية، قد يتساءلون عن مدى صحة صيامهم وأمانه. في شهر رمضان لا يحتاج مرضى الغدة الدرقية في معظم الأحيان إلى تعديلات العلاج، ويمكنهم الصيام بأمان دون أي مخاطر صحية، بينما يجب على مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية الذين يعانون من أعراض شديدة أن يبدأوا العلاج على الفور، ويمكنهم تجنب الصيام لبضعة أيام بعد استشارة الطبيب والشيخ الفقيه. وجدت الدراسات إلى ضرورة رفع جرعات علاج الغدة الدرقية ولبعد 15 إلى 20 يوم من رمضان، على الرغم من أن مشكلات الغدة الدرقية لا تعد سبباً للإفطار، حيث يصوم أغلب مرضاها بسهولة. إلا أن العديد يتساءل ما إذا كان من المفيد صيام رمضان أم إنه قد يضرهم، وهل يؤثر تناول الكربوهيدرات على هرمونات الدرقية؟ أجريت مراجعة عام 2015 كانت تبحث عن علاقة صيام شهر رمضان وهرمونات الغدة الدرقية، حيث لوحظ أن انخفاض قيم T3 و T4 يكون بشكل مؤقت، حيث تعود إلى طبيعتها عند تناول الكربوهيدرات بعد الإفطار، كما أن قيم هرمونات الغدة الدرقية تنخفض عند السيدات أكثر من الرجال الصائمين. يحتاج الشخص المصاب بخمول في الغدة الدرقية إلى اتباع بعض النصائح الطبية، منها تناول الأدوية في مواعيدها، بالإضافة إلى تناول أطعمة التي لا تتداخل مع فاعلية الأدوية حتى لا تسبب مضاعفات صحية. وأوضح بعض الأطباء والصيادلة أن مريض الغدة الدرقية الذي يتناول أقراص لعلاج كسل الغدة الدرقية يجب أن يتجنب تناول بعض الأطعمة مثل التي تحتوي على الألياف الغذائية أو الحديد. ويشير المختصون إلى أنه من المفترض تناول الدواء على معدة فارغة، ولكن في شهر رمضان له قواعد أخرى في تناوله، حيث أن منتجات الألبان تتعارض مع امتصاص أقراص علاج كسل الغدة الدرقية. لذلك يفضل للشخص الصائم تأخير تناول أي من منتجات الحليب أو الأدوية الغنية بالحديد والكالسيوم بعد تناول الدواء بمدة لا تقل عن ساعتين، أو تأخير تناول الدواء إلى ما قبل السحور على أن يفصل بين الدواء والوجبة مدة ساعتين، وهذا في حال تناول أي منتجات الألبان.